في موقف حصل لك وأثر فيك قوي؟ في مشوار الحياة قابلتنا أزمات، يعني مرات يبقى معاك مرات ما معاكش، مرات بيبقى في صحة مرات في مرض، يعني مؤكد إن في أزمات، لكن هي دي الحياة وهي دي للإنسان يبقى مستعد لها. يعني يوم ما بتتجوز وتبدأ بيت وأولاد لازم تبقى مستعد لكل المواقف دي، ودايما راضي ودايما مسلم أمرك لله. الرضا حاجة مهمة في الحياة؟ جدا، يعني مش بس نجاحك أو مجهودك اللي أنت هتعمله عشان تنجح هو ده كافي للنجاح، لا، لازم دايما تبقى مسلم أمرك لله، لأن ممكن أوي تتعب وتبذل مجهود وفي الآخر تلاقي النجاح قليل أو مش هو ده النتيجة اللي ترضيك يعني. فدايما تبقى راضي وتبقى مسلم أمرك لله، ويعني في مثل عفوا شعبي يقول: إما صبرتم أجرتم وأمر الله نافذ، وإما وإن لم تصبروا برضه فأمر الله نافذ. فالصبر والرضا أفضل يعني.